ولذلك لم يخرج مع الخوارج صحابي قط، يعني من تربى على مدرسة السنة وصحب النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج مع الخوارج. لذلك يقول لهم ابن عباس في هذه الوصية: وليس فيكم منهم أحد، جئتكم من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عندي ابن عمي وصهره، وليس فيكم منهم أحد، فمن تربى على مدرسة السنة لا ينجرف مع الخوارج. وهذا يكفي الإنسان. وذلك السلف كانوا على هذا. قال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة كيفما دارت، ندور مع السنة كيفما دارت. وقال سفيان الثوري: قال إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وقال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. لا تغتر بصلاح الظاهر فقط. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أوصاف الخوارج الظاهرة، ولكن لما كان معتقدهم فاسدا ومعهم عقيدة لا تصلع معها دين ولا دنيا، حذر هذا التحذير الشديد منهم عليه الصلاة والسلام. فصلاح الظاهر وحده لا يكفي. ولذلك قال أوزاعي رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة ضلالة إلا آلفه الشيطان العبادة، وألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. وقد حذر العلماء: لا تغتر بخارجي في طول صلاته وحسن تلاوته وحسن ألطاف ألفاظه، لا تغتر بهذا، انظر تمسكه بالسنة ودورانه معها. قال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. قال ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمل عليها. وقال الملائي: إن الشاب لينشأ، فإن آثر أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب.